في عناوين نشرة الليلة: مبنى تاتش، الصفقة أبرمت فوق الدولة، والجديد تحصل على تشيك الدفعة الأولى. قبض 25 مليون وحطيتها بالبنك، أول قبضة. الاشتراكي يتوعد بفتح المستور في تدخل القضاء. على تدخلات صافرة في القضاء يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي. حرب صلاحيات وعون يدعو إلى تحرير الحكومة. أو فصلوا أو حسموا، نقوا البتكون إيه، بس وصلوا لمحل خلصونا. دراج يلاحق مواطناً حتى الموت. هيدا إنسان مجرم قاتل أنت راكد وراه. الجديد في مربع بلال العرقوب، وفيديو يظهر لحظة اغتيال الخميني. وصل لك خبر بفن الخبر. موجوع ملي معروف وبعدي عنه. وفي ترينز ياسر العظمى ينفي موته على طريقة كذب الحاسد والواشي والسوشيال ميديا هو النت. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.